وللمزيد أيضا من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والأحصاء. دكتور وليد، يعني بعد التحية، علاقات اقتصادية قوية تجمع مصر بشقيقتها الجزائر، ونوع كبير من الاستثمارات المشتركة والمباشرة والتي تجمع بين الدولتين. كيف تقرأ فرص تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية بين الدولتين في هذه الزيارة التي تتسم بأنها زيارة في المقام الأول هي أخوة ثم عمل؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، وبالتأكيد العلاقات الجزائرية المصرية هي علاقات دافئة سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. خلال السنوات الأخيرة كان هناك تنامي لهذه العلاقات، تابعنا كيف أن حجم التبادل التجاري ما بين البلدين يرتفع بصورة تدريجية، وكان قد ارتفع ليصل إلى نحو 787 مليون دولار عام 2021، ارتفاعا من مستوى 747 مليون دولار في 2020 رغم تداعيات الجائحة في تلك الفترة. مصر تصدر إلى الجزائر الكثير من المنتجات، من ضمنها أسلاك النحاس وزيت الصويا والعديد من المنتجات الغذائية وأعلاف الحيوانات والورق المقوى وغيرها، بينما تستورد مصر من الجزائر مجموعة من المنتجات والتي من أهمها الغاز السائل الذي يستخدم في أنابيب البوتاجاز. هناك استثمارات جزائرية موجودة في مصر، هناك نحو 60 شركة جزائرية تعمل في مصر برأس مال نحو 112 مليون دولار. هناك أيضا نحو 25 مشروع مصري موجود بالفعل في الجزائر في قطاعات الكابلات الكهربائية والاتصالات والبتروكيماويات، كما أن هناك مشروعات مصرية في الجزائر في مجال الإنشاءات والخدمات والزراعة أيضا. هذا التعاون وتبادل الاستثمارات والتبادل التجاري هو يشكل عنصر مهم من عناصر العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، ونتابع خلال السنوات الأخيرة تنامي العلاقات الاقتصادية، ولكن أتصور أن طموحات البلدين أكبر مما تحقق بكثير، فالدفع في مجال العلاقات ما بين البلدين يسمح بمضاعفة التبادل الاستثمارات ومضاعفة عمليات التبادل التجاري. هناك اجتماعات حدثت خلال الفترة الأخيرة، هناك توقعات أو مطالبات بأن يكون هناك خط ملاحي مباشر يربط ما بين مصر والجزائر، هناك الكثير من الأفكار سيما تلك التي يتم طرحها في مجلس رجال الأعمال المصري الجزائري التي تصب في كيفية تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات ما بين البلدين سيما في القطاع الصناعي والخدمي وغيره من القطاعات. بالتالي فإنني أتصور أن دفع العلاقات الاقتصادية هو مكون أساسي من مكونات الحوار على القمة الرئاسية التي تنعقد ما بين الرئيسين. نعم، يعني هناك العديد من الأرقام إذا تحدثنا عنها، كيف تقيمها دكتور وليد؟ يعني أن ينعكس حجم التبادل التجاري والذي ارتفع بنسبة 21.5% عام 2023، أيضا يعني حجم المبادلات بين الدولتين يصل إلى عتبة المليار دولار للمرة الأولى في عام 2023، أيضا يعني أغلب الصادرات المصرية للجزائر سواء كانت منتجات مصنعة أو حتى مواد أولية، وأيضا الغاز المسال مثل ما تحدثت وخصوصا البوتاجاز هي من أهم الواردات الجزائرية، وصلت الواردات نحو 71.5 مليون دولار، أي ما يمثل 95% من إجمالي الواردات ككل. ماذا تعكس هذه الأرقام من وجهة نظرك؟ وطبعا التقدم المستمر في مجال تبادل الاستثمارات والتبادل التجاري هو شيء ايجابي، وهو لا ياتي بصوره تلقائيه ولكنه ياتي انعكاسا للعديد من الاتفاقات والبروتوكولات التي تمت ما بين البلدين، كما ان الواقع المصري الحالي
بما يقدمهم من تيسيرات وإعفاءات ضريبية وحوافز متنوعة يمكن أن يكون وجهة مهمة للاستثمار الجزائري. الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد كبير ومهم وله طبيعة خاصة، ودخول السوق الجزائرية للاستثمارات المصرية هي بديل مهم جدا في هذه الدولة الكبيرة والمهمة في المنطقة. إذا ما تحقق هو شيء إيجابي، وهناك نمو كبير في مجال في المجالات الاقتصادية ما بين البلدين خلال السنوات الماضية. ولكن أنا أؤكد أن الطموحات المصرية والجزائرية في زيادة التعاون الاقتصادي ما بينهم لازالت أكبر من ذلك بكثير، سواء في مجال التبادل التجاري أو في مجال التعاون في مجال اقتحام السوق الإفريقية، وكيفية أن يكون هناك تعاون ما بين الشركات المصرية والجزائرية في مجال اقتحام السوق الإفريقية وتنسيق بينهما بصورة تؤدي إلى أن يكون هناك استثمارات أكبر للجزائر ومصر أيضا، ونفاذ أكبر للمنتجات المصرية والجزائرية في السوق الإفريقية. نعم، تحدثت حضرتك عن دور مجلس الأعمال المصري الجزائري، والذي شهد دفعة قوية في الفترة الأخيرة بين مصر والجزائر في فتح العديد من الأسواق بين الدولتين، سواء كانت فتح أسواق بينية أو مثلما ذكرت فتح أسواق لإفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين. ما المطلوب الآن من مجلس الأعمال المصري الجزائري لزيادة حجم المبادلات التجارية وزيادة فرص الاستثمارات البينية بين الدولتين؟ يعني هو الحقيقة المطلوب من رجال الأعمال الاستفادة من الفرص والمساعدة في مجال عرض الحوافز الحكومية، يعني سيما رجال الأعمال المصريين. لازالت الحوافز والضمانات المصرية تحتاج إلى ترويج. هذا الترويج بيكون مهم عندما يأتي في أحاديث رجال الأعمال، هو بيكون له نتائج إيجابية أكبر بكثير من أي آليات أخرى. من هنا فترويج الفرص الاستثمارية في مصر والحوافز والضمانات الاستثمارية واستغلال حالة التواصل ما بين الحكومة المصرية وما بين رجال الأعمال المصريين ده شيء مهم جدا، لأن حوارات المستثمرين في مجالس الأعمال إذا انتهت إلى تحديات معينة أو مطالبات معينة، الآن هناك تواصل مباشر ما بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال، بالتالي فإن كل ما يمكن أن يعترض أعمالهم أو يكون بمثابة تحدي بالنسبة لهم، هناك انفتاح مصري كبير في التعامل معه. وأتصور أن القمة على هذا المستوى منفتحة أيضا على أن تستجيب لكل طلبات رجال الأعمال التي تساعد على زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الاستثمارات ما بين البلدين. نعم، الدكتور وليد جبل عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والأحصاء، شكرا جزيلا لحضرتك.